السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم المحاضرة 12 في مادة الرياضيات المتقدمة، ورح نشرح بها المواضيع التالية. بالبداية رح نشرح موضوع الـ Inverse Laplace Transform، وبعدها رح ناخذ أمثلة متعددة على الـ Inverse of Laplace Transform، وبعدها رح نشرح حل الـ Inverse Laplace Transform باستخدام الـ Partial Function Method. Inverse Laplace Transform، بهذا الجدول ناخد عدة دوال رياضية Laplace Transform اللي هو Inverse Laplace Transform لكل دالة. عندنا دالة واحد على الاس، اذا اجت لنا يعني بالسؤال راح تكون Laplace Inverse اللي هي الاف اوف تي هي قيمتها واحد، اما اذا اجانا واحد على الاس تربيع فالانفيرس لابلاس ترانسفورم اف اوف تي الها راح تكون تي، اما اذا اجانا واحد على الاس اس ان زائد واحد الانفيرس لابلاس ترانسفورم راح يكون تي اس ان على الان فكتوريال، واللابلاس ترانسفورم واحد على الاس ناقصا اي الانفيرس مالتها راح تكون اي اس اي تي. اما اذا كانت الدالة مالتي واحد على اس تربيع زائد اي تربيع، هاي دالة ال اف اوف تي مالتها راح تكون ساين اي تي على الاي، واذا كانت الدالة اس على الاس تربيع زائد اي تربيع راح تكون اللابلاس انفيرس مالتها كوساين اي تي، اما اذا اجانا واحد تقسيم الاس تربيع ناقصا الاي تربيع هذا دالة الساين اي تي على الاي، اما اذا كانت الدالة مالتي اس على الاس تربيع ناقصا اي تربيع فاللابلاس انفيرس الها راح تكون كوش الاي تي. طبعا هذني الدوال اللي موجوده بالتيبل من ضروري على الطالب حفظ اللابلاس انفيرس لكل اف اوف الاس، لان بالامتحان ده يعني اجانا اف اوف الاس واردنا اجابه الاف اوف التي، الطالب لازم حافظ هذا الجدول على مود يحل الانفيرس لابلاس ترانسفورم. بهذا المثال راح نحاول ايجاد الاف اوف تي لعده دوال رياضيه. بالفرع اي نريد نحسب الاف اوف تي لداله الاف اوف الاس 5 على اس زائد 3، مثل ما شرحنا بالسلايد السابق عندما تكون نتيجه الاف اوف تي 5 على اس زائد 3 حيساوي لنا 5 اي اس ناقص 3. هنا عندي شيفت بمقدار اي اس ناقص 3 تي مضروب في الخمسة. بالاف اوف الاس الثاني اس زائد 1 على الاس تربيع زائد 1، رح نقسم الاس الموجود بالبسط على الاس تربيع زائد 1 زائد 1 على الاس تربيع زائد 1. طبعا الانفيرس لابلاس ترانسفورم للاس على الاس تربيع زائد 1 اللي شرحناه بالسلايد السابق هو كوسان التي، والانفيرس مال لابلاس ترانسفورم لدالة الواحد على الاس تربيع زائد 1 هو ساين تي، فرح تكون الاف اوف التي مال تي كوسان التي زائد ساين تي. بالفرع السين ايضا مطلوب ايجاد الانفيرس لابلاس ترانسفورم اف اوف الاس 1 على الاس زائد 25 كل تربيع. طبعا الاف اوف الاس مال دي هو الواحد على الاس تربيع، والاي هناك شيفت بمقدار ناقص 25 زين. فاحنا مثل ما نعرف بانه لابلاس ترانسفورم الانفيرس لابلاس ترانسفورم الواحد على الاس تربيع هو التي اللي طلعناه من السلايد السابق، نحن نضربه بايوس ناقص 25 تي اللي هو الشيفت مال تي بمقدار ناقص 25. بالفرع دي ايضا نريد نجد اللابلاس ترانسفورم الانفيرس لابلاس ترانسفورم للاس زائد 2 على الاس زائد 2 تربيع زائد 1. طبعا اذا نلاحظ بانه الاف اوف الاس الاصليه مالتي هي الاس تربيع اس على الاس تربيع زائد 1 موجوده بالجدول، اف اوف التي مالتها هو كوساين التي، فاذا لاحظ بانه الاف 1 اس هي نفسها اللابلاس انفيرس ترانسفورم للاس زائد 2 على الاس زائد 2 زائد 1، بس اكو شيفت عندي بالبسط والمقام مقدار 2. فاذا نطلع
الشيفت اللي هو اي اكسبونيشن ناقص 2 تي من معادله اللابلاس ترانسفورم، راح تصير عندي الانفيرس لابلاس ترانسفورم للاس على الاس تربيع زائد 1 قيمته كوساين تي، طبعا اف اوف تي مالته مضروب بايوس ناقص 2 تي. بالفرعي عندي ريد نجد الانفيرس لابلاس ترانسفورم للاس على الاس ناقص 1 كل تربيع ناقص 4. بهذا السؤال نحن نقص البسط من واحد من زيده من واحد على مود نجد معادله قريبه من الجدول لايجاد الانفيرس لابلاس ترانسفورم، فراح تصير عندنا اس ناقص 1 نقسمه على الاس ناقص 1 كل تربيع ناقص 4 زائد 1 على الاس ناقص 1 كل تربيع ناقص 4. طبعا الترم الاول ايضا هو وجود شيفت بمقدار اي اس تي، والداله ما راح تصير كوش 2 تي الداله المتبقيه مالتي. اما في الحاله الثانيه لحد ايضا يوجد شيفت بمقدار اي اس تي من المقام هذا، وراح تكون نتيجة الـ inverse Laplace transform نص يو اس تي سانش الـ 2 تي. طبعا بقانون الـ سانش 2 تي ايضا لازم نقسم على المقدار داخل الـ سانش اللي هو هنا عندنا 2، فراح نقسم على نص. هذا موجود طبعا بالتيبر مال inverse Laplace transform للسانش 2 تي. بالفرع اف نريد نحسب الانفيرس لابلاس ترانسفورم 1 على الاس تربيع مفتوح نفتح قوس اس تربيع زائد 1. مثل ما نعرف بانه من الجدول بانه الانفيرس لابلاس ترانسفورم 1 على الاس تربيع زائد 1 هو الساين تي. اما اذا نريد نحسب الانفيرس لابلاس ترانسفورم 1 على الاس مضروب 1 على الاس تربيع زائد 1، كل عملية قسمة على الاس هو يعادل تكامل من الصفر للتي اللي شرحناه احنا بخصائص اللابلاس ترانسفورم، فراح نحسب تكامل من الصفر للتي للساين يو دي يو. راح تكون نتيجة التكامل 1 ناقص كوساين تي. ما طول عندي ريد نتيجة الانفيرس لابلاس ترانسفورم 1 على الاس تربيع نكامل ايضا نتيجة التكامل الاول للساين يو مرة لوخ، فراح تكون نتيجة التكامل من صفر الى تي 1 ناقصا كوساين اليو دي يو، وتكون نتيجة التكامل تي ناقصا ساين تي. بالفرع جي نريد نحسب الاف اوف تي لدالة الاف اوف الاس 4 على اس تربيع زائد 2 اس زائد 10. طبعا راح نحل هاي يعني المعادله تساوي لنا 4 تقسيم الاس تربيع زائد 2 اس زائد 1 ناقص 1 زيد 1 ونقص 1 وزائدا 10. طبعا اللي حساوي النهاية 4 تقسيم الاس زائد 1 تربيع زائد 9. مثل ما نعرف بانه الانفيرس لابلاس ترانسفورم 4 على اس تربيع زائد 9 راح تساوي لنا اف اوف تي 4 على 3 ساين التي، ومشفت بمقدار يو اس ناقص تي، فراح تكون عندي اف اوف تي 4 على 3 يو اس ناقص تي ساين 3 تي.